حياكم الله مجددا المشاهدين والمتابعين في كل مكان، وصلنا معكم الى محطه الطبخ، محطه الناس اللي يحبوا ياكلوا ويتعرفوا على وصفات جديدة. هذه المرة شفتها هني مجهزة لكم وصفة أكيد متميزة سترافقها صباح. أكيد وجبة حادقة وأنت من محبي الأكلات. ولا إيش؟ عم رجيم هذه الفترة. أوكي. حاب أقول إنه جبت فرن كمان على البيت. وفرت. ماشي خلينا نروح. قلت لي موفر أسبوعين عادي هلا انتبهتي؟ أسبوعين وأنا موفر. أوكي خلينا نروح نشوف لا شفت شفتاني نشوف إيش الوصفة اليوم. هي وجبة حادقة كما حدثتني. صباح الخير. صباح الفل. يا هلا. أهلا فيك. عاملة إيه؟ حبيبتي صباح الخيرات عليك وعلى حمير وعلى المشاهدين. يعافيك يا رب. إن شاء الله نهار سعيد علينا وعليهم. اليوم رح نعمل وصفة صبوح. أنا ما رضيتش أقول لهم إيش. اللي هي نعمل الكريب بس مالح حيكون اليوم. شو رح نعمله حالي؟ رح يكون فيه حشوات مالحة اللي هي طماطم وبقدونس وبصل. اللي هو إيش؟ وجبة شهيرة هم عارفين كلها. الكريب اللي بتتقدم عادة مع شوكولاتة مع فواكه. اليوم رح نعملها بنسخة صحية شوي. أوكي. رح نبعد عن السكر اليوم تماما. جميل جميل. بدنا نعدل وصفة. إذا يعني الكريب أصلا ممكن يتحشى بمثلا دجاج، ممكن يتحشى بأي شيء. لا إجمالا عجينة الكريب عجينة رقيقة يعني خفيفة ما بتحمل حشو كتير. يعني المفروض إذا حطينا فيها حشو نحط فيها حشوات تكون مفرومة كثير ناعمة. مش عارف شكلك ما شفتي المطاعم اللي كلها كريبات و... انت قصدك بعد ما تنطبخ. بعد ما تنطبخ. احنا او بعد ما نعملها على الطاوله. بالضبط. احنا اليوم بنحط كريب داخلها لا حشوة. اليوم الخبز بنحط معها مع العجينه نفسها عشان بقول لك ما بتحمل كثير. اوكي. هي العجينه تشبه عجينه الكيك الرخوه سائله نوعا ما. مكوناتنا اليوم عباره عن كوب ونص طحين محتاجين معها 2 كوب حليب عند لحظه السائل اكثر من الطحين عندنا اليوم. صح. حتى تطلع معي رخوه شوي. معها 4 بيضات. الحشو راح يكون او الخضار اللي حنستعمله طبعا على الذوق، بس يعني انا المكونات اللي اخترتها ممكن نغيرها او ممكن نختصر منها حسب اللي بنحبه او ما بنحبه. عندي بقدونس مفروم ناعم، بصل اخضر مفروم ناعم او بصل ابيض اللي بحب، طماطم مفروم ناعم، بيبر اللي استعملت البرتقالي والاخضر من باب التلوين لانه احمر عندي واخضر عندي، استعملت الاورنج. رح نستعمل مرتديلا، اي نوع مرتديلا او لحوم بارده عندكم. استعملت انا سلامي، نوع من اللحوم البارده بتتسمى سلامي. الجبنه المبشوره اللي هي عندي تشيدر والموتزاريلا، راح بعد ما تنضج معي الكريب راح نحشيها كانها بدل الشوكولاته. جميل. اليوم جميل. البهارات راح تكون عندي بابريكا، فلفل اسود، ثوم باودر، بالاضافه للشطه المجروشه، ملح، محتاجين زيت نباتي شوي لحتى ندهن الطاوله بكميه بسيطه جدا. يا سلام. اذا وجبه يعني مليئه بالمكونات الغذائيه الصحيه. ممكن هذا ما يكونش صحي كثير بس بقيه المكونات يعني كثير. انا زي ما قلت ممكن نستغني. ممكن نستغني عنها بالفعل. هل بحبش البصل يلغي؟ بالضبط. شويه خضار ليت يلغي البصل. طيب. نحط شويه خضار حسب الذوق. جميل. خلونا نعيد عليكم مقادير الكريب مشاهدينا، حتكون على الشاشه. والمكونات كالتالي: 4 بيضات، كوبين حليب، كوب ونص طحين ابيض، ونص كوب بقدونس، بيبر مفروم عبارة عن أخضر، ممكن كمان أورنج أو اللي هو الأصفر، وربع كوب بصل أخضر مقطع، بالإضافة كمان لطماطم مقطعة، ومرتديلا أو السلامي، ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة ثوم بودرة، وملعقة كبيرة بابريكا أو الفلفل الحلو، ملعقة صغيرة ملح، وفلفل مجروش، جبن مبشور ميكس، وزيت نباتي. جبن يعني ممكن اي موتزاريلا ممكن، ولا انا حاطه موتزاريلا والشيدر. ممكن موتزاريلا لحال، ممكن لحالها. تمام. ممكن على فكره بدل الجبنه القابله للذوبان نستعمل الجبنه القابله للدهن، يعني ندهن حبه الكريب وناكلها زي الجبنه السائله. الجبنه السائله ممكن نستعملها بدل الجبنه القابله للذوبان. راح ابدا بالعجينه. متحمسه انا. كثير طيبه وجبه صبوح. صبوح خفيفه يعني حتى الاولاد كثير بيحبوها، حتى ممكن تنعمل وتتاخذ معنا الواحد على الشغل يعني وكمان وللمدرسه اكيد. رح نبدا بالبيض. عندي زي ما قلنا 4 حبات بيض. دائما اي عجينه دائما بنحكي يعني لازم تكون مكوناتها بحراره الغرفه، البيض لازم تكون مطلع قبل بوقت، بالقليل بدنا نقول ساعه. ايش اللي بيصير لو حطينا يعني من يعني اذا مكون بارد ومكون ساخن ممكن العجينه ما ترتاح معي. حتى هيك بنقول هلا اي عجينه لازم تنترك فتره لحتى ترتاح بحراره الغرفه. البيض اذا كان بارد راح ياخذ وقت اكثر، مش راح تكون العجينه النتيجه جيده يعني وراح تمد معي كويس. ممكن تكون احد سبب فشل الكيك انه طبعا ممكن البيض بارد.
هلا بالشتاء، حتى بالشتاء بدنا نقول الجو بارد، المهم كل المكونات في نفس الحراره. لو الجو بارد تكون حرارتها كلها متشابهه. جميل جميل. راح اكسر البيض شوي، يعني انا عندي السائل اليوم البيض والحليب. مش محتاجين ان احنا نسوي اي شيء لزفاره البيض عادي؟ لا لا مش محتاجه، لانه البصل والخضار راح تضيع زفاره. اللي بيحب ممكن يضيف شويه خل، شويه خل اللي يعني عنده بكون عنده شوي، في ناس بخافوا بتخوف من البيض، ممكن نضيف الخل. راح اضيف كوبين الحليب، يعني هاي الوصفه ما بدها خفاء انه هواء ندخل هواء، لا بس اللهم نمزج المكونات مع بعضها. الحليب اما الحليب المبستر او ممكن حليب بقري طازه، ممكن نستعمل حليب البودر، نذوب كل كوب مي في معلقتين حليب جاف. تمام. هلا راح اضيف الطحين، عندي زي ما قلت كوب ونص، ودائما بحكي وبعيد انه الطحين دائما من نوع لنوع ممكن يفرق معي كميه الطحين اللي تاخذها الكيكه. فانا ححط كوب ونص، راح اشوف اذا محتاجه اكثر ممكن احتاج معلقتين او اكثر منزودها. راح اورجيكم كيف قوام الكيكه لازم نحصل عليه، او سوري عجينه الكريب. احنا ملاحظين زي ما قلتي انه السائل اكثر من الدقيق. راح بدي عجينه رخوه، لاني ما بدي عجينه تكون شديده. حلو وسهله، يعني العجينه عجينه الكريب من الحاجات السهله الواحد يقدر يسويها. العجينه سريعه يعني الاولاد كثير بيعملوا بيقوموا بيعملوا بالبيت لحالهم الكريب او حتى البانكيك. العجائن السهله اللي ما بدها تكنيك كثير عالي، يعني من العجائن اللي بتزبط معنا على الاغلب. حتى المبتدئين يقدروا يسووها. هذه وصفه حتى المبتدئين. راح اخلق لحتى كتل الطحين اتخلص منها. شوف انا ملاحظه انه الطحين بده كمان بدها كمان كمية طحين. أنا عندي شوية طحين هون، رح أخلي من هاي الشقة، رح أرد أزيد. الخطوة هذه بتمنع شوية تكتلات إن واحد ينخل الدقيق. مزبوط صح مزبوط. إذا عندي الكيك بالذات الطحين إذا عنده إلي فترة ممكن يتكتل أكثر مع بعضه أكثر. صح. فنخله بسهل علينا عجنه. شوفي انا اول ما قلت لي كريب انا فكرت انه حيكون كريب اللي هو ايش؟ الحالي. لا مش الحالي، اللي هو قصدي عجينه كريب لحالها اول شيء وبعدين تتحشى الخضار. بالخضار وبال لا وباي نوع من اللحوم او احنا لو بدنا نحطها داخل شوف انا الطحين هذا وهذا تقريبا اول مره حشوفه فانا متحمسه. شوف انا بدها كمان شوي طحين، شكلها راح تاخذ معي كوبين. هلا زي ما بنقول الطحين أنواع على حسب نوع الطحين اللي موجود. بس عموما لازم يكون الوصفة بدقيق أبيض عشان تطلع كويسة، صح ولا لا؟ أكيد. يعني ممكن اللي بده يضيف يعني شوي نضيف لنا مثلا نقول نص كوب أسمر والباقي يكون أبيض، بس الأبيض لازم يكون بهاي الوصفة. أنا هاي هو عادة الأبيض بيبقى متماسك أكثر، صح ولا لا؟ هلا الطحين الأبيض فيه جلوتين، الجلوتين اللي هو بنحكي له احنا عرق في العجين، الخبازين او بيتعامل بالعجين او حتى جداتنا كانوا زي ما يقولوا العجين فيها عرق، العرق اللي هي بتمط. ايوه. هلا الاسمر ابدا ما بمط، يعني هلا بخبز الطاوه او ببنت الصحن. صح. او لانه بنرقه بده كثير، مش المفروض تكون كل الكميه خبز طحين اسمر، لازم نحط كميه قليله. انا هيك عندي الكميه الرخاوه العجين مناسبه، يعني بتكون ارخى من الكيك. ايوه شوي، مش كثير سائله ولا عجينه كيك اللي هي الكثيفه. بتكون ارخى شوي زي ما احنا لاحظين بهذا، وكل ما ارتاحت بتتماسك معي اكثر. هلا لو لازم تتريح العجين بتتماسك معي اكثر. هلا راح اضيف الحشو مع البهارات، حضيف البابريكا، حضيف بودره الثوم، راح نضيف كمان الشطه المجروشه اللي بحبها فيها حروره شوي، فلفل الاسود والملح. يعني الملح بدنا نقول تقريبا بدها معلقه كبيره بصراحه، لانه عندي خضار حلوه فيش فيها ملح. ايوه. البيبر حلو، الطماطم حلوه، رح نضيف معلقه ملح كبيره ونحركهم. وهذا بتخلي الكريب نفسها طعمها غير، يعني مش خبز صافي. ايوه. تحس انه تعطيها نكهه. نكهه. نكهة. هلا رح نبدا باضافه الخضار. رح استعمل السباتشولا، رح نضيف زي ما قلنا البيبر. شوف انا مش رح اضيف كميات كبيره، بديش العجينه تصير ثقيله ما نقدر نقلبها. هلا بنلاحظ حتى لما نعمل
لما نعمل الأومليت أو الكيك على الطاوة، البيض على الطاوة إذا فيه حشوة ما بنعرفش نقلبها، بصير وزنها تقيل. فبفضل إنه ما يكون في حشوات كتير. نحط كمان السلامي جزء منه، مرتديلا، طماطم. ملاحظة إن إحنا قطعناه كله صغير صغير عشان نقدر إن إحنا نشيلها. أنا عم فرمة الخضار، البصل برضو فرمت، الأبيض العود الأبيض مع العود الأخضر بالبصل، البقدونس. يعني عادة الورقيات وزنها أخف من الطماطم. وفضل الطماطم برضو يكونش فيش فيها مي. يعني أنا شوي طلعت مي، حاولت إني ما أنزلها بالعجين لحتى ما تزيد رخاوتها، أصير بدي أضيف طحين. هيك أنا عندي عجينة الكريب جاهزة. هذا سخنه؟ لا مش هلا، لا لازم نريحها العجينة، نترك العجينة ترتاح يعني لو ربع ساعة كافي. الخطوة الثانية. بعدين بنبدأ بتقليبها على النار. رح نلاحظ انها رح تشد شوي بعد ما تريح، ما ترتاح، رح ترتاح العرق شوي، بيبدا يتماسك، رح مضبوط ترجع تتماسك مع بعض. هلا رح نتركها، بنغطيها بفوطه، بنتركها على الجنب مده ربع ساعه تقريبا لحتى ترتاح، بعدين بنبدا نفردها ونورجيكم كيف رح نعملها على الطاوله بطريقه كثير سهله. اوكي، اذا انتم متحمسين مشاهدينا الخطوه الثانيه في تحضير الكريب، كريب البيض، خلونا نروح لهذا الفاصل ونرجع نشوف بعدين ايش الخطوه الثانيه مع الشيف تهاني، خليكم معنا. طيب الان خلونا نروح مشاهدينا لمطبخ صباحكم اجمل، حنتعرف على الخطوه الثانيه او الشكل النهائي. خلاص احنا خلصنا الوصفه اليوم، وصفه سريعه وسهله. بعد اذنك حميات، خلوني اروح لشيف تهاني. صباح الخير. صباح الفل، وحشتينا. يا اهلا. شايف الربع ساعه اللي عدوا وحشتينا خلالهم. قولي لي العجينه ارتاحت وانا اوريدي بلشت اعمل من حبات كريب. يا سلام، رح نعمل حبتين اختصارا للوقت. رح نبدأ بالطاوة، لازم تكون ساخن الطاوة لحتى يعطيني، تكون الكريب طري ما يجلد معي. هلا في ما عرف شو بنقولها، صح كل ما اخذت وقت اطول كل ما استوت اكثر، صح؟ لا لازم تكون ساخنه حتى تضلها طريه اكثر. بالضبط. اذا اخذت وقت بتنشف اكثر. طيب. هلا رح نحط شويه زيت نباتي، كميه قليله مش كثير. رح نمسحهم بالفرشاي او مثلا اذا محرمه سيليكون، صح؟ هاي سيليكون. بدنا كميه زيت قليله، ما بدنا كميه زيت كثيره. زي ما قلنا الطاوة سخنة، رح نحط عليها، شوف كيف أنا برضو الكريب لازم يكون رخو عجينته تعطينا نتيجة أفضل. رح أسكب ما غلبتك العجينة؟ لا تقريبا مغرفة ونص. بنحاول نفردها، شوف بما إنه في حشوة مش رح تفرد معي زي اللي بتكون الكريب الحلو الفاضي. أيوة، فرح نحركها شوي، نرجع لهون. رح تكون حركتها شوي أصعب. أوكي. يعني رح لما نعمل بهاي الحركة لما تكون بدون حشوة بسرعة بيفرد. صح صح. لأنه في حشوة راح ياخذ مني مجهود أكثر شوي، بس هيك الحشوة أحلى، يعني هيك العجينة ألذ. فكرة صابوح فاخر تعمليه، مع إنه مش مكلف أبداً، بالعكس ممكن يكون أوفر من أي صابوح تعمليه، بس راح اللي تعملي لهم راح يعتقدوا إنك أنت بذلتي مجهود مضاعف. أيوة. وتكلفتي أكثر للوصفة. راح نخليها على أعلى شيء مرشح نوطيها، لازم تكون الحرارة عالية. نستنى لحتى أطرافها تنشف، بتبلش معي اطرافها تنشف زي هذا الشكل، تقريبا كل السطح راح ينشف معي هلا. نخليها شوي على النار، هلا راح تشد معي. راح اليوم نعملها اللي بحب حشوه جبن، واللي بحب ممكن نعملها بدون جبنه. اليوم زي ما قلنا استعملنا الشدر، استعملنا الموتزاريلا، ممكن زي ما قلنا كمان نستعمل الجبنه القابله للدهن، الجبنه اللي نقولها كاسات، تكون برضو خيار بحبوه الاطفال يعني. صح. دهون أقل ممكن. ممكن دهون أقل من الجبنة المبروشة. هاي ينفع نسويها كذا؟ أي بينفع، بس بنخاف على الهواء نتفشل ما تزبط. لا أكون صادقة معي، أنا مش كتير تزبط معي. يعني ممكن أغامر في البيت بدون كاميرا، بدون كاميرا اليوم. لا شطورة شف، بس أنا مو دائما بتزبط معي، فحتى هيك مش رح أغامر. يعني مش معناته شف مش شرط تزبط معي. أيوة الحركة. هلا رح نقلبها، اخذت معي لون ذهبي بسيط. هلا بهاي المرحله ممكن انا اضيف الجبنه بهذا المرحله، راح نضيفها على نص الحبه، راح نقلبها نعملها زي الساندويش، زي الساندويش يعني راح نثنيها. بدي استنى شوي لحتى اتاكد انه البيض جاف، زي الفكره اللي هناك يعني، زي الفكره لا كلهم حشيناهم جبنه. أيه. راح نثنيها بهذا الشكل. هلا لو ما اخذت لون معي ممكن اضلني اقلب فيها وهي بالجبنه فيها حتى تاخذ معي لون، لما اضغط بهي الطريقه بتتحمر من كل الاطراف. ممكن الاطراف ما تكون يعني ما في حشوه غير الجبنه،
هلا اجمالي لا لاني انا حاطه كل الخضار أيوة جواها أيوة. فما ضل شيء، ممكن نعملها فاضي كمان بدون بدون اجمام. شوف كيف انا اخذت معي لون، راح نضغط شوي عليها بالاطراف تعطيني لون اسرع. يعني لو ما اخذت معي لون بالمرحله الاولى راح تكمل تحمير البسيط هذا، تكون لذيذه مع الموتزاريلا. ويفضل تتاكل ساخنه يعني زي ما احنا شايفين الجبنه كيف بتمط، طلع منظر جميل. تو ما اكلناها ساخنه راح تبقى تمط معي. الواحد بس يشوف هاي المطه اللي تبع الجبنه بيجوع. الجبنه بيجوع. هيك انا عندي حبه الكريب جاهزه نضجها سريع. رح نعمل بس كمان وحده ولا اسهل حتى ناكد على المشاهدين ويشوفوا الطريقه ويحفظوها اكثر. برضه حطينا كميه زيت قليله، طاوه ساخنه على اعلى حراره على الغاز. راح نحط تقريبا مغرفتين لانه الطاوه كبيره عندي، راح احط مغرفتين. راح نفردها، نضلنا نلف بالطاوه حتى تاخذ معي او تفرد كل كميه العجين على حجم الطاوه كامل. كل ما كانت رقيقه معي كل ما كانت اطيب. ذكرتني شويه باللحوح بس شفتي عارفه الصبح ما انا لما بحكي لحزمي بقول لي بقول له كريب مالح زي اللحوح فذكرته في اللحوح حتى يتذكر الوصفه. وبتعرفي يعني بطريقه اللحوح بنجيب مثلا اللي هو طاوه صغيره زي كذا بتكون غالبا بلاستيك وبنخرمها من النص بحيث انه الدقيق او السائل العجين نقدر يعني مزبوط نخليه يعني دائري. اللحوح لسه اخف من الكريب، اخف من الكريب بكون سائل اكثر بشكل كبير وبينفرد بينفرد بالمغرفة. صح، مش بالمغرفة على طول بهذا ممكن يعني، انا جربته زي هاي القطعة. اوكي سنت افرد فيه بهذا الشكل. اوكي ممكن هذه الطريقة اكيد. بس انا نوع الخبز اللذيذ اللحوح. شفت وصفة جديدة بتعمل حالي لحوح حالي ايوه راح ان شاء الله نعملها ببالي حطها ببالي. رح نعمل لحوح سوقتينا حالي شتهاني. شوي بس نبعد عن الكرب شوي. انا لسه ما اخذت معي لون، هلا ممكن اقلبها واخلي اللون ياخذ وقت ما احط الجبنه. يعني شوفي مش كثير ما اخذت لون عندي على الاطراف، هلا راح نفس الشيء احط الجبنه على طرف. وزي ما قلنا ممكن اللي بحبش ممكن جبنه مثلثات اذا يعني متوفره. اكيد ها. هلا راح ابني الطرف. بصراحه وجبه ولا اسهل، ولاحظت يعني كمية السرعة، حتى يعني ممكن تستنوها العجينة نص ربع ساعة وممكن على طول. حتى على فكرة بتنعمل قبل بيوم بس انه البصل ما نحطه، نأخر البصل. يعني ممكن انا اعملها طعم. بالليل الفها بنايلون واحطها بالثلاجة، البصل لانه شوي بتغير طعمه مع الوقت. ممكن بس اخلي البصل وقت ما اعملها على الطاوة، يعني اعجنها من الليل لانه اوقات الصبح بدنا نعمل صبوح لاولادنا او حتى لزوجها الوحده او الشاب قبل ما يطلع على الشغل، بنجهز العجين من الليل والصبح بس بفرم شوية بصل او ممكن استغني على البصلة في الوصفة. شوف كيف اخذت معي لون. ايوه انا عندي الوصفة جاهزة ولا أسرع من هيك صراحة. جهزنا إحنا شوية خضار، شوية مخللات، زيتون مخلل اللفت، ما بعرف إذا بتعرفون مخلل اللفت عندكم. حطينا جزر طماطم. البنجر ده ولا إيش؟ البنجر. البقى هو مع البنجر، البنجر هو اللي أعطى اللون. هيك أنا عندي الحبة جاهزة رح نحطها بعض الصحن. هيك أنا وجبة فطور الله متكاملة. وسهلة وسريعة. سهلة يعني فيها البروتين من اللحوم الباردة بدنا نقول. فيها الكاربس من الطحين والبيض كمان بروتين طبعا. الخضار استعملنا ورقية خضار عادية. من الوصفات اللي سوبر صحية بصراحة. بفضل اللي حتى اللي أولادها ما بياكلوا خضار معينة ممكن تغشهم وتفرمها صغير تمرقهم بالوجبة هاي ما بحسوا فيها، وراح ياخذوا الفائدة من هاي أنواع الخضار الموجودة بالكريب المالح. وصفة سهلة وشهية. فين جبتيها شفتاني؟ فين جبتي الوصفة هاي؟ بتعمليها يعني بصراحة شفتها مرة زمان على على اليوتيوب وضليتني اعملها لاولادي. يا سلام فكتير حبوها. بعزهم اكثر شيء وقت الامتحانات فيها عشان ادللهم شوي. هذه وجبة الدلال. يعطيك العافية شفتاني ويسلموا ايديك. اذا بامكانكم مشاهدينا ان تجربوا هذه الوصفة السهلة السريعة والامهات لاطفالهن يعني خصوصا في المدارس. وخلونا الان نروح لفاصل ونرجع لكم.